الراديو 90-90 هواها مصري. أعزائي المستمعين مساء الخير، النهاردة هنتكلم على جامع الأقمر. هذا الجامع موجود في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو من الجوامع الفاطمية. أنشأ هذا الجامع الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلي ابن المستنصر ابن الحاكم بأمر الله ابن العزيز بالله ابن المعز، يعني هو السادس من الخلفاء الفاطميين. بعد وفاة المستعلي كان الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي هو مدبر سلطان الآمر بأحكام الله، هو اللي ولاه وبايع له ونصبه مكان أبيه ولقبه بالآمر بأحكام الله، كان عنده 5 سنوات. والحقيقة الأفضل ده كان رجل قوي جدا زي بدر الجمالي بالظبط. هو اللي ولاه وضع له وسادة على الحصان يوم ما مشي في الموكب عشان يكبره شوية، وركب وراه الأفضل على الحصان فكأنه وضعه على حجره. لما كبر الآمر قتل الأفضل وزيره وأقام في الوزارة المأمون أبو عبد الله ابن مختار البطائحي، فظلم وأساء السيرة حتى قتله الآمر هو وخمسة من إخواته كمان. حقيقة الآمر ده كان مخه لاسع شوية زي الحاكم بأمر الله كده. المهم كان الآمر من القليلين الذين حفظوا القرآن دون الخلفاء الفاطميين، من القليلين أو اللي كانوا حافظين القرآن كله. جدد عادات الدولة وأعاد إليها بهجتها بعد ما كان الأفضل ابن بدر الجمالي أبطل الاحتفالات والمواكب والحاجات اللي كان بيعملها الفاطميين، وكان نقل الدواوين والأصمتة من القصر اللي في القاهرة إلى الفسطاط. جبا الآمر رجع كل ده. قيل عنه أنه كان أهوج وكان يصر على أن يخطب الجمعة والأعياد، لكن المأمون البطائحي وزيره أقنعه أنه يسيب له المهمة دي، لأنه واضح أنه كان بيعك وبيلخبط في الكلام. أقنعه بطريقة خبيثة كده وفعلا سابها له، وظل يخطب في جامع القاهرة والأزهر وابن طولون وعمر بن العاص اللي هو مين؟ البطائحي. يقول ابن خلكان المؤرخ أن الآمر كان سيء الرأي جائر السيرة مستهتر مغرقا في اللهو واللعب. يقول شمس الدين الذهبي وكان سنيا متعصبا جدا ضد الشيعة إن الآمر كان فاسقا ظالما جبارا متظاهرا بالمنكر واللهو. المقريزي بقى بيقول إنه كان بيحب الجواري البدو وكان يبعت ناس تنقيله الجواري دي. بلغوا إن في الصعيد في جارية جميلة وظريفة وشاعرة، راح لابس ورايح الصعيد، لبس لبس البدو وقعد يمشي ويلف لغاية ما شافها وقع في غرامها، رجع إلى مقر ملكه وأرسل إلى أهلها يخطبها وجوزها له بالفعل. ولما أقامت في القصور شعرت بأنها في سجن وأحبت أن تعيش في فضاء بعيد عن حيطان المدينة. نطلع فاصل ونرجع نكمل حدوتة الآمر. سمع كلامها الآمر وبنالها بناء مشهور جدا في جزيرة الروضة سموه الهودج، شبه الهودج بتاع الجمل، وكان على شاطئ النيل مباشرة. كان في كلام بين الناس عن ان البدوية دي واسمها عالية وابن عمها اسمه ابن مياح، انها كانت متعلقة بيه حتى صارت روايات الناس عنها كأحاديث أبطال ألف ليلة وليلة. ده كلام المقريزي. ظل يتردد على الهودج بالروضة لغاية يوم الثلاث 4 ذي القعدة عام 524 هجرية، يعني 1230 ميلادية، وبينما هو على الجسر بيعبر إلى الجزيرة وسب عليه قوم من النزارية وضربوه بالسكاكين حتى مات. مين بقى النزارية دول؟
المستنصر ولا ابنه الأكبر بعده اللي هو أبو المنصور نزار وخلاه ولي العهد. ولما عي المستنصر وجاله مرض النهاية أراد أن يبايع ابنه فتقاعد وزيره وترك العمل حتى مات المستنصر. كل ده لأن الوزير كان بيكره نزار، لأنه مرة نزار شاف الأفضل الوزير الأفضل في يوم راكب حصان وداخل من أحد أبواب القصر، فزعق له وقال له انزل يا أرمني يا نجس، شالها له. لما جه بقى يموت عايز يولي ابنه فتقاعد عشان ما يوليش ابنه. مات المستنصر، اجتمع هو بالأمرة والحشية وخوفهم من نزار وأشار عليهم بأخوه الصغير أبو القاسم وسماه المستعلي وولاه على كرسي الخلافة. هرب نزار إلى الإسكندرية، راح الأفضل وراه وجابوا القاهرة وقتلوا المستعلي. حلو، إذن في طار بقى بين أنصار نزار وبين الآمر اللي هو ولاه الأفضل. هو ده اللي فضل قاعد هذا الطار لغاية ما جم النزارية وقتلوا الآمر بأحكام الله. الجامع بقى اتبنى تقريبا 1226. اللي يخش من باب الفتوح هيلاقي على شماله على طول جامع الحاكم لزق في السور، بعديه بحاجة بسيطة هتلاقوا جامع الأقمر. ده كان مكان بئر العظام أو دير العظام اللي لما جه الجور الصقلي يبني القاهرة قبل ما جه المعز هدوا ودخلوا جوه أرض القاهرة. تقريبا خلف جدار قبلة الجامع يقع مكان دير العظم، كتب عليه اسم الآمر بأحكام الله مع المأمون البطائحي وزيره، ومازال الإسمان على لوح فوق المحراب ولم تكن به خطبة، جدد أيام السلطان الظاهر برقوق. فوق المحراب لوحة رخامية سجل عليها أمر بعمل المنبر والمنارة وغيره مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، ويعتبر أول جامع في مصر صمم على أن تكون وجهته تتفق وتخطيط الشارع الذي يطل عليه. يعني ده بالظبط على حرف الشارع، يعني لو انت رحت جامع الحاكم هتمشي تنزل شوية سلالم كده وتلاقي مساحة كبيرة لغاية ما توصل الجامع. ده بقى على الشارع على طول على الرصيف. من أوائل الجوامع التي صممت واجهتها بزخارف معمارية منقوشة في الحجر، وفوق البابين نصف دايرة مقسمة على شكل مروحة، وهي من أجمل واجهات الجوامع في القاهرة الفاطمية. اللي هيخطف رجله ينزل يشوف جامع الأقمر يلاقي الواجهة بتاعته جميلة جدا. آخر مرة تم تجديده أيام سليمان أغا السلحدار في العصر العثماني 1721. خلصت حلقتنا على كده، نتقابل بكرة إن شاء الله على كل خير.